ليبيا في صلب اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ عبر تقنيات الفيديو، اجتماع طالبت به القاهرة. فالأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط أدان كافة أشكال التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا ورفض الحل العسكري، معتبرا السبيل لتسوية الأزمة هو الحل السياسي الشامل. هجوم ضد الجامعة العربية من قبل رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، معتبرا الجامعة طرفا غير محايد حتى تكون حكما في الأزمة الليبية. حمية الوطيس هي الساحة الليبية خلال الأيام الأخيرة بعد التهديد المصري بالتدخل عسكريا واشتداد التصعيد في مدينة سرت بين حكومة الوفاق المدعومة تركيا وقوات خليفة حفتر، ما دفع أعضاء لجنة المتابعة الدولية لليبيا لمطالبة الأطراف المتنازعة إلى خفض التصعيد. تطورات سياسية وعسكرية جعلت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد لقائه نظيره التونسي قيس سعيد يعلق على الممارسات التركية. أتيحت لي الفرصة بالفعل لأقول بوضوح شديد للرئيس أردوغان إنني أعتبر أن تركيا تمارس لعبة خطيرة في ليبيا اليوم، تتعارض مع جميع التزاماتها التي تعاهدت بها في مؤتمر برلين. أنقرة من جهتها وبذات الأسلوب والصيغة ردت على باريس، معتبرة إياها هي من تلعب لعبة خطيرة من خلال دعمها لحكومة طرابلس منذ سنوات، محملة إياها مسؤولية انزلاق ليبيا نحو الفوضى. وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي بشاغة أعلن عن ازدياد التوافق مع الولايات المتحدة حول الحل السياسي بعد تقهقر قوات خليفة حفتر عسكرياً.